Hello everybody, today we will talk about what is weathering, ما معنى التقوية. هنتكلم في درسنا النهاردة عن shaping the earth يعني تشكيل الأرض. في درسنا النهاردة عندنا activity we are going to understand some processes through which the earth's surface changes. في بعض العمليات اللي هنفهمها من خلال النشاط اللي قدامنا هنتعرف فيها على أسباب بتغير شكل سطح الأرض. These processes include weathering, erosion and deposition. العمليات دي زي weathering اللي هي التجوية, erosion اللي هو التعرية, and deposition اللي هو الترسب. في الأكتيفيتي الموجود قدامنا area A بنقول عليها weathering تجوية, area B بنقول عليها erosion تعرية, area C تعتبر deposition يعني ترسب. هنتعرف عن معنى كل عملية وهنشوف تأثيرها على تشكيل سطح الأرض. لو عندنا صخرة كبيرة وتعرضت إلى هواء شديد, رياح وأمطار, احنا قلنا قبل كده ان المية والرياح هي اكتر حاجة بتأثر على الصخور وبتسبب تفتتها. فعندما تتعرض الصخور الى رياح شديدة وامطار ده بيسبب تآكل وتفتت الصخور. في area A show the breaking down of large rocks. في area A بتوضح لنا تأثير الرياح والامطار على تفتت الصخور الكبيرة into small particles اللي هي بنسميها sediments. بتخلي الصخور تتفتت الى اجزاء صغيرة بنسميها رواسب. This process is no weathering يعني تجوية. يبقى التجوية هي تفتت الصخور الى رواسب. هنتكلم عن area B shows the movement of sediments, حركة الرواسب from one place to another. لما تتحرك الرواسب دي من مكان الى مكان اخر العملية دي بنسميها erosion يعني تعرية. Area C بتبين لنا the dropping of sediments in a new place, سقوط الرواسب في مكان جديد. This process is no deposition. العملية دي بنسميها ترسب, زي الرواسب أو الرمال اللي بنلاقيها في قاع البحر. هنلاحظ إن sediments اللي هي الرواسب could be sand, rocks or soil, ممكن تكون رملة أو صخور صغيرة أو تربة. And this depends on environment in which the process takes place. والرواسب دي بتعتمد على البيئة اللي بتحدث فيها العمليات دي. عايزين نتعرف أكتر عن معنى كلمة weathering يعني تجوية, ونعرف الفرق ما بين weather and weathering. Weather is different from weathering. يعني weather بتختلف تماما عن withering. معنى weather بمعنى الطقس. It is the condition of atmosphere at a specific time and place. هي عبارة عن حالة في الجو بتحدث في وقت محدد وفي مكان محدد. There are many factors affecting weather. يعني في العديد من العوامل اللي بتأثر على الطقس, such as temperature الحرارة, wind الرياح, rains الأمطار, وفي حاجات تانية كتير برضو بتأثر على الجو. يعني مثلا ممكن حالة الجو النهاردة الجو مشمس أو الجو مغيم أو في أمطار. طيب ليه بالنسبة لنا بنهتم جدا إن احنا نعرف الطقس؟ The condition of weather يعني حالة الجو can help us to decide. ده بيساعدنا إن احنا نقرر what to wear when we go outside. لو احنا خارجين نقرر هنلبس ايه. لو احنا عارفين الجو ممطر هنكون عاملين حسابنا وهنلبس حاجات تقيلة او هناخد معانا شمسية. لو احنا عاملين حسابنا ان احنا عرفنا الطقس الجو بكرة هيبقى حر, فبالتالي هنلبس مثلا لبس خفيف. او لو مثلا حد عنده مشوار بعيد وماشي على الطريق, فلما هيعرف الجو ممكن يأجل مشواره مثلا, او ان هو يتعامل مع الطريق بحذر وينتبه ويمشي بالراحة في الطريق. اما weathering يعني التجوية. It is the breaking down of rocks on earth's surface into smaller or tiny pieces.
يعني تفتت وتحطم الصخور الموجودة على سطح الأرض إلى أجزاء صغيرة. There are many factors that cause withering، يعني في الكثير من العوامل اللي بتسبب التجوية، such as wind and water، زي الرياح والمية. Weathering can change the shape of Earth's surface over time، يعني التجوية بتغير من شكل سطح الأرض طول الوقت. You can see the effect of weathering in many observations around you، يعني احنا ممكن نشوف تأثير التجوية في ملاحظات كتير بنشوفها حوالينا، يعني ممكن نلاحظ breaking of statues، ممكن نلاحظ تكسر في التماثيل. Removing of paints of buildings، يعني إزالة لدهانات المباني. Pulling a wave to the sand of seashores، يعني سحب الأمواج للرمال الموجودة على شاطئ البحر. التآكل الموجود في الأبنية أو في التماثيل أو في الصخور، كل ده بيكون بسبب تأثير التجوية. كمان بنلاحظ colder climate and ice are another factors that can change the landscape، يعني كمان المناخ البارد والجليد بيأثروا على، تعتبر من العوامل اللي بتأثر على شكل سطح الأرض. عايزين نتعرف على types of weathering، يعني أنواع التجوية. There are two types of weathering، يعني في نوعين من التجوية، which are mechanical weathering and chemical weathering، تجوية ميكانيكية وتجوية كيميائية. النوع الأول اللي هو mechanical weathering، اللي هي التجوية الميكانيكية. It is the breaking down of rocks، هو تحطم في الصخور. Due to the effect of physical factors، وده بسبب تأثير بعض العوامل الفيزيائية، like wind الرياح، water المية، plant roots جذور النباتات، and temperature يعني الحرارة. هنتكلم عن the role of wind in mechanical weathering، يعني دور الرياح في التجوية الميكانيكية. أول حاجة، wind pushes the sand from a place to another، الرياح بتيجي تدفع كل الرمال الموجودة من مكان إلى مكان. Friction occurs between sand and rocks، فبيحدث احتكاك بين الرمال والصخور، وده بيؤدي إلى rocks are broken down، الصخور بتتفتت. هنتكلم عن the role of water in mechanical weathering، دور المية في التجوية الميكانيكية. Water runs over rocks، لما المية بتجري على الصخور. Water dissolves some substance in rocks، المية بتحلل بعض المواد الموجودة في الصخور، وده بيخلي الصخرة تكون أضعف، فبالتالي rocks are broken down، الصخور بتتفتت. تالت دور عندنا the role of plant roots in mechanical weathering، يعني دور وتأثير جذور النباتات في التجوية الميكانيكية. أول حاجة، plant roots grow inside the cracks of rocks، جذور النباتات لما بتكبر بتنمو وتدخل في شقوق الصخور. Cracks become wider، كل ما الجذور بتكبر بتبدأ توسع لنفسها، فشقوق الصخور بتوسع أكتر، وده بيؤدي إلى rocks are broken down، بيؤدي إلى تفتت الصخور. هنلاحظ إن weathering happens over long period of time، يعني التجوية بتحصل في فترة طويلة جدا. It is hard to see weathering during its occurrence، يعني صعب جدا إن احنا نشوف التجوية أثناء حدوثها. But you can see its effects all around you in the little rocks، لكن بنشوف تأثيرها على كل حاجة موجودة حوالينا من خلال الصخور الصغيرة، pebbles والحصى، and sand والرمال، that were parts of much larger rocks، واللي بتكون عبارة عن أجزاء من صخرة كبيرة. بمعنى ان كل حاجة بنشوفها حوالينا زي الحصى والرمل والصخور الصغيرة هي عبارة عن صخرة كبيرة وحصل لها تفتت. هنتكلم عن رابع حاجة، وهو the role of temperature in mechanical weathering، يعني دور الحرارة في التجوية الميكانيكية. Water flows into the tiny cracks in rocks، يعني لما يكون عندنا صخرة كبيرة والصخرة دي موجود فيها شقوق، بتيجي المية وتتدفق فتنزل في الشقوق الصغيرة ديت. When the temperature gets very cold،
لما تكون درجة الحرارة برد جدا water freezes forming ice، المية بتتجمد وتكون لنا تلج. That expands and makes the cracks of rocks become wider، بيحصل للتلج تمدد وبيزيد حجمه and makes the cracks of rocks become wider، وبيخلي الشقوق بتاعت الصخور تكون أوسع. When the temperature increases the ice melts، التلج بيدوب. So water fills newly formed wide cracks again، المية بتدوب مجددا وتكون شق أوسع تاني للصخرة. The cycle of freezing of water and melting of ice continues until rocks are broken down، وتفضل دورة المية كل ما درجة الحرارة تكون قليلة وسقعة جدا المية تتجمد، ولما يكون درجة الحرارة عالية جدا والجو ساخن المية تسيح، وهكذا لحد ما الشقوق توسع ويفضل يحصل كده لحد ما الصخرة تتفتت. هنتكلم عن النوع التاني اللي هو chemical weathering، اللي هي التجوية الكيميائية. It is the change of structure of rocks due to chemical reactions، هي عبارة عن تغير في شكل وصفات الصخور بسبب التفاعلات الكيميائية. Chemical weathering happens due to the chemical reactions of rocks with some other materials، يعني التجوية الكيميائية دي بتحصل بسبب التفاعلات الكيميائية للصخور مع بعض المواد الأخرى، زي الأكسجين water المية، acid rain الأمطار الحمضية، acid produced by some living organisms، والأحماض اللي بتتكون من بعض الكائنات الحية. كل الحاجات دي بتتفاعل مع المواد الموجودة في الصخور وتغير من طبيعتها. أول حاجة هنتكلم عنها the role of oxygen in chemical weathering، يعني دور وتأثير الأكسجين في التجوية الكيميائية. Oxygen of air reacts with iron of some rocks، يعني الأكسجين الموجود في الهواء بيتفاعل مع الحديد الموجود في بعض الصخور forming red colored rust، بتكون لنا صدى لونه أحمر. This reaction can weaken rocks، التفاعل دوت بيخلي الصخرة تكون ضعيفة and break them down easily، وتسبب لها تكسر وتفتت بسهولة. تاني حاجة هنتكلم عن دور المية the role of water in chemical weathering، دور المية في التجوية الكيميائية. When water dissolves minerals in rocks، لما المية بتحلل بعض المعادن الموجودة في الصخور the dissolved minerals combine again forming new shapes، المعادن المتحللة بتتجمع تاني وبتعمل لنا شكل جديد بنسميه limestone caves، يعني كهوف من الحجر الجيري. تالت حاجة عندنا the role of acid rains in chemical weathering، يعني تأثير الأمطار الحمضية في التجوية الكيميائية. When the acid rain fall on rocks، لما الأمطار الحمضية بتسقط على الصخور it can dissolve minerals found in these rocks، بتعمل على تحلل أو تحليل المعادن الموجودة في الصخور causing the breakdown of rocks، وده بيسبب في تفتت الصخور، وده بيعني ان الأمطار الحمضية تعتبر ضارة جدا. وأخذنا قبل كده الأمطار الحمضية بتتكون من تلوث الهواء الناتج عن المصانع وعوادم السيارات والدخان اللي بيطلع للسماء، وبيكون لنا أمطار بتنزل تاني على هيئة أسدرين أمطار حمضية. رابع حاجة عندنا the role of living organisms in chemical weathering، دور وتأثير الكائنات الحية في التجوية الكيميائية. Some tiny organisms called lichens، بعض الكائنات الدقيقة جدا بنسميها الأشنات، والأشنات دي تعتبر كائنات دقيقة جدا تشبه النباتات. Produce acids on rocks، بتعمل أحماض على الصخور that dissolve minerals found in these rocks، وبتعمل على تحلل المعادن الموجودة في الصخور دي and break them down، وبتؤدي إلى تفتت الصخور. Lichens is tiny organisms like plants، يعني الأشنات تعتبر كائنات دقيقة جدا تشبه النباتات لكن هي مش نباتات. في النهاية عرفنا الفرق بين الثلاث عمليات weathering اللي هي التجوية وهي عبارة عن تفتت الصخور،
breaking down in rocks, والتعرية اللي هي erosion وهي عبارة عن moving sediments اللي هي بتشيل الرواسب وتنقلها من مكان إلى مكان، لكن deposition اللي هو الترسب وهي آخر مرحلة اللي بتترسب فيها السيدمنتس. والعمليات دي هي اللي بتؤدي إلى تغير شكل الصخور وبتؤثر على شكل سطح الأرض. وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، يا رب يكون بقى سهل وبسيط بالنسبة لكم. Thank you for your watching and goodbye.